الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا يطيب لنا أن نرحب ونشكر ونقدر لقناة ديوان العرب الفضائية هذا الحضور المبارك الذي ينم عن اهتمام القناة في إظهار خطط التنمية وما وصلت إليه مناطق ومحافظات المملكة من حضارة ونمو في جميع مرافقها التنموية. حقيقة محافظة المذنب من المحافظات التي حظيت ولله الحمد والمنة بدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة، فلا تجد ولله الحمد أيا من مرافقها إلا وقد شمله التطور والرقي، ونقرأ على أرض الواقع هذا التطور الكبير. لو أمعنا النظر في مشاريعنا البلدية ومواقعنا السياحية لوجدنا ولله الحمد أن الزائر حين يحضر لمحافظة المذنب يجد الفرق الشاسع بين ما كانت عليه في الأعوام الماضية وهذا العام. مناطق سياحية متعددة متنوعة حسب ما يرغبه السائح، فمن مناطق للآثار كسوق المذنب الشعبي إلى مناطق رياضية لرياضة السيارات وسباق السيارات إلى حدائق عامة يجد المتنزه فيها راحته ويجد أنسه. حينما نتطلع إلى المرافق الأخرى كالجمعيات الخيرية نجد أن هناك ولله الحمد شمولية كبيرة سواء في محافظة المذنب أو قراها لتلك المؤسسات، وما لاقت من الدعم المبارك من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، فالمواطن في هذه المحافظة ينعم نعمة عظيمة وكبيرة تقاس بقدر راحته وبقدر ما يتنعم به من راحة وطمأنينة ولله الحمد والمنة. قطاع التعليم بصفتي من مسؤولي التعليم في هذه المحافظة أقول نحمد الله سبحانه وتعالى، محافظتنا حظيت بدعم وافر في قطاع التعليم. شمل التعليم المحافظة القرى الهجر، لا تجد هجرة واحدة إلا وفيها مدارس للبنين والبنات بشتى مراحلها، وهذا لا شك يعبر عن قفزات هائلة قفزتها وزارة التربية والتعليم في تعزيز التعليم ورفع مكانته وتحقيق راحة المواطن من عناء السفر ليطلب التعليم في أماكن أخرى. التعليم الجامعي ولله الحمد نرى كلية التربية والبنات وفيها من التخصصات ولله الحمد كلية العلوم التي سيتم افتتاحها في العام القادم، كلها أمور تستدعي الشكر والعرفان. تعليم البنات قفز قفزات هائلة في مجالاته التربوية والتقنية، حقق نشاطا ثقافيا في أعوامه الأخيرة، انطلقت من مراكزه الثقافية التي أنشئت لهذا الغرض وجهزت بأعلى التجهيزات لتستوعب نشاطات المثقفين والأدباء في محاضراتهم وفي جميع فنون المعرفة. كل هذه الأمور مجتمعة توجب الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة ولوزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سمو الأمير فيصل ابن عبد الله آل سعود،
ومعالي نوابه الأفاضل. التعليم في هذه الأعوام قفز قفزات تقنية، حققنا هذا العام ولله الحمد حوسبة لفصول الثانويات العامة بالمحافظة وقراها، حوسبة لجميع فصول المراحل المتوسطة، ويجري الآن حوسبة الفصول الابتدائية. مركز تدريبي يستوعب تدريب المعلمات طوال العام، حتى أن المعلمة تجد كل جديد في هذا المركز، كل جديد في الميدان التربوي، لتحضر أمام طالباتها وقد كست نفسها في جميع المعارف وفنون التربية الحديثة، وبما يتوافق مع أهداف وخطط وزارة التربية والتعليم، والتي هي انطلاقة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير التعليم، والذي رصدت له الدولة 9 مليارات ريال. لا أريد أن أطيل الحديث حول هذا الموضوع، إنما هي مقتطفات صغيرة أحببت إبرازها وأحببت ذكرها، بأن التعليم في هذه المحافظة وصل ولله الحمد إلى قمم كبيرة وعظيمة ومزهرة جدا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القائمين عليه بوزارة التربية والتعليم، وبفضل ما توليه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، حيث أن ما يقارب 25% من ميزانية الدولة ترصد لميزانية التربية والتعليم. أتطرق لما شمل المحافظة ولله الحمد في الصحة، في الزراعة، في الأوقاف والمساجد، في جميع خطط التنمية ومشاريع التنمية، لا نجد ولله الحمد جانبا واحدا إلا وغطته تلك الأجهزة، وأصبح ولله الحمد محطا للأنظار. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الكريم أن يديم عز هذه البلاد وفخرها وراحتها وطمأنينتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وفي الختام، لا يسعني هذه العجالة إلا أن أشكر سيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه.